الفل والجمال على مشاهدي قناة تن، كل يوم أكلة وكل يوم من واحدة لاثنين وشهيرة أبو السيف. النهاردة الجمعة وحبيبتي شيفالة موجودة معايا. مساء الفل عليك. مساء الضحكة الحلوة، مساء الإشراقة والجمال يا شهيرة، مساء العسل على جمهورنا الحبيب جمهور تن، وكمان حبايبنا حبايب قلبي الغاليين جدا جدا عندنا جمهور برنامج كل يوم أكلة على قناة تن. معادنا مع بعض خميس جمعة سبت حد الساعة واحدة الظهر أربع أيام في الأسبوع، بكون ضيفة رخمة جدا جدا على شهيرة وعلى أستاذ طلعت. رخمة؟ يعني بصوا بقى رخمة. أنت متأكدة من اللي أنت بتقولي ده؟ من فضلكم متأكدة من اللي أنت بتقولي ده؟ دعونا نعمل في صمت. ده أنا بقعد أستنى الأسبوع للأسبوع. يا أنت مشرفاني يا شهيرة، مشرفاني يا حبيبي والله. كلك ذوق دايما وكلك رئة أنت وجمهورنا الحبيب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أكلة يعني هي بتاعت النهاردة، غدوة النهاردة. هنعمل شوية سمك بلطي، هنطلع منهم وصفتين إن شاء الله الاتنين يعجبوكوا جدا. يعني أنت لو جبتي النهاردة 2 كيلو بلطي تقدري تعملي كيلو سنجاري زي ما هنعمله مع بعض، والكيلو التاني تقليه وتبقي نوعتي في الغدا النهاردة، وهم في الآخر هو سمك بلطي واحد بس. واحد بس حبيب الملايين السمك ده جدا جدا حبيب الملايين بمعنى صح. أنا عايزة أقول لكم أكتر سمك بعشقه في كل وصفاته، مشوي بالردة واو، سنجاري واوين، مقلي مقرمش زي بإذن الله ما نعمله النهاردة، ثلاث ووات أربع ووات بقى السمك يطلع لك من الزيت مقرمش كده وزي العسل. وكمان هنقليه النهاردة بالسر بتاع محلات السمك. هنعرف إزاي السر عندهم، بيبقى السمك لونه فاتح جدا دهبي ومقرمش، ومهما قعد لو لغاية بالليل ما بيطراش، في سر بيتعمل. ايه هو السر ده؟ تعالوا معايا كده، تعالي شهيره كده. أيوة. نقول السر مع بعض. ده لازم. انا بقعد استنى اسرارك حبيبي، اسرار كل حاجه والله. ونقعد نتعلم بقى التكات البسيطه. أيوة. كده شيف هالة بصراحه، يعني انا فعلا بتعلم كل حلقه بجد، بطلع بمعلومه، بطلع بتعلم منك حاجه. والنهارده بقى سمك، وطبعا ده بيجي جاهز. يعني احنا دايما يعني. انت كمان السمك بتجيبيه جاهز؟ طبعاً. بتقولي لا، وبصوا الثقه، بتقولي انا بجيبه جاهز. يلا عايزه اقول لكم ان ابتدى في حد من حبايبنا بيوصيني على شهيره، يعني انزل بوست الحلقه على صفحتي الشيف هالة فهمي بالعربي وجنبها العلامه الزرقاء بتاعتها، الصفحه الوحيده الحمد لله بفضل الله الموثقه. انزل البوست، ابص الاقي ناس تكتب لي يا شيف والنبي بالراحه على شهيره شويه، يا شيف احنا بنحس ان احنا كلنا زي شهيره، بالراحه شويه. حاضر. انزل مش عارف ايه على قناتي على اليوتيوب، يا شيف انت النهارده كنت شاده على شهيره شويه. نهار ابيض، اروح ايه يا حاجه؟ صعبت عليهم بقى، يعني انا جايه اتعلم منك بس. ايه يا عم طلعت الكلام ده؟ يعني مش هنعرف نشتغل يعني ولا ايه؟ بصي يا شيف هالة، هقول لك على حاجه بصراحه، هقول لك على حاجه قبل ما نبدا، وحاجه فعلا حضرتك تستاهليها حبيبتي. انه في زي كتير، يعني احنا الحقيقه طالعين في وقت مشدودين من كل الاتجاهات، عندنا صح. شغل وعندنا اولاد صح. ومدارس وكلام من، فمعظم الاكل اللي متربيين عليه حقيقي بجد ما بنعرفش، ما بنلحقش نعمله. وبكبر دماغي يعني معظم الوقت، انا بقيت اكبر دماغي. انا عايزه دماغي. حاجه سريعه وسهله صح. الحاجه بقى الوحيده اللي فعلا بسطاني وانا بشتغل معاكي في البرنامج ده، هو اني انا بتعلم منك الحاجه اللي انا اتربيت عليها او اللي ماما كانت بتعملها لي، وما اديتش فرصه ماما انها تعلمها لي. يعني خليكي كده على جنب. صح، بنعيد روايح الزمن الجميل يا جماعه. دي اهم حاجه، من فات قديم وتاه. مفيش عماره بتتبني من غير اساس. ده حقيقي، ده لازم الاساس. اهتموا بالاساس واعلوا بعد كده زي ما انتم عايزين، لكن يا فرحتي عماره تطلع من غير اساس وازوق فيها واعمل بروز خارجيه واللي يشوفها يقول الله اكبر، ما تكملش سنه وتقع لانها صح. من غير اساس لازم الاساس. روح الاسره، ذكريات مع الام، انتوا بنفسكم، نفسك انت يا استاذ طلعت، خطفه الكفته، كفته الرز وهي بتتحمر في الزيت من ورا ماما، كان طعمها ايه؟ عسل. عسل. البطاطس المحمره اللي ماما تعمل قد كده على ما نقدمها تبقى شويه قد كده. أيوة. جاريين داخلين طالعين على المطبخ نخطف البطاطس. أيوة. ذكريات حلوه قوي. وحتى الحلويات لو هنعمل تورته ولا حاجه، ماما تخلص او واخده انا الطبق. بالظبط يا ماما. ده لو كانت فضلت سليمه لغايه ما بالظبط ما تتقدم. سندوتش الجبنه الصبح يا جماعه في العيش البلدي مع كوبايه الشاي بلبن. مين مننا من جيلنا يا استاذ طلعت ما فطرش كده؟ ما فطرش الصبح ورايح المدرسه نص رغيف متقمر على البوتاجاز
ويعني الشياط فيه كده زي ما هو بحتة جبنة اسطنبولي وكوباية شاي بلبن. ليت الزمان يعود يوما. ولا الزبدة وعليها سكر. يعني كل دي الذكريات الجميلة. للأسف الجيل دلوقتي اتحرم منها، جيل الانترنت، جيل السوشيال ميديا، الأكل الجاهز اتحرم ده. فاحنا بنحاول نعيد الأساس تاني عشان جيلنا الجديد بإذن الله يطلع عنده ذكريات حلوة زي ما احنا عندنا ذكريات حلوة. والحقيقة حضرتك قايمة بيها يعني بأحسن، بجد بأحسن حاجة، وفعلا كلنا بنقعد نتعلم منك. يعني أنا بقعد أركز معاكي في الحلقة علشان أنا فعلا عايزة أعمل كل تكة. طب يلا بقى السمك نركز في وصفتنا قبل ما يطير مننا السمك النهاردة. عندنا وصفتين النهاردة والله المستعان. أول وصفة هتكون معانا، هنعمل تتبيلة أساسية لنوعين السمك مع بعض، ودي اللي هتبقى الأساس اللي هبني عليه الوصفتين. عندي سمك بلطي طبعا السنجاري مفتوح وما سايبين القشر من بره لان ده بيديله تقل شويه ما يخليهوش يلزق معايا في الصينيه. وكمان هندعمه بورق فويل. ورق الفويل بقى ليه حكمه ثانيه. ماشي. وطبعا السمك المقلي لا ده بيتنضف من بره ومن جوه بيتقشر وزي الفل. بعد كده عندنا فلفل رومي وبصل وطماطم وفلفل حامي وشبت مفروم. دي كده الخضار اللي هحشي بيه السنجاري. تمام حلو كده. لو ركزتي فيه شويه هتلاقيكي كانك عامله طبق سلطه. طماطم، بصل، فلفل رومي، فلفل حامي، شويه شبت، كانه طبق سلطه بالظبط. تعالوا لي بقى دلوقتي للتتبيله الاساسيه اللي زي ما قلت لكم هنتبل بيها النوعين. ثوم مفروم، ملح، كمون، كزبرة، معلقة كبيرة من كلفة السمك اللي عملناها قبل كده مع بعض، وممكن نبقى ننزل مقاديرها دلوقتي هقولك عليها. بهارات سمك يا شهيرة، خلاص سيبكم منكم. كلفة السمك دي لغة المطاعم بتاعت سمك في السوق، قولوا يا ستي بهارات سمك. عصير ليمون وخل. البولتي المقرمش بتاعنا برضو سمك بولتي، وبرضو معلقة كبيرة من كلفة السمك. وعصير ليمون وخل وثوم مفروم، ملح، كمون، كزبرة، دقيق ومية وزيت غزير، مش زيت قليل زي ما بنشوف. نيجي نقل السمك اروح حاطه يا اختي شويه زيت في قعر الطاسه واقعدي لسوعي في السمك. ليه لازم زيت غزير؟ والاخر تقولي ايه ده ما بيطلعش زي المطاعم. طبعا صدقي بالله انا كنت فاكره السنجاري ده بوري بس. طب انا مش هرد علشان ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل بني ادم مراره واحده. ف كلفة السمك يا منا، منا بقى عامله زي ايه؟ خلاص يلا ماشي، يلا يا منا ماشي. خلينا لما نخلص بينا وبين بعض يا منا. ماشي تعالي اول حاجه نعملها التتبيله اللي هطعم بيها نوعين السمك. تمام بالراحه كده يا جماعه مع بعضينا. بسم الله هحط المقادير السايله كل عصير ليمون. شكرا يا سعيد ان انت ايه حاططهولي بالبذر بتاعه، يعني دايما انت كريم كده كتر خيرك. امال مين عشان ما ظلمش احمد؟ ماشي. عصير ليمون وخل، شويه ملح. والله بحس اني واقف في مطبخ فعلا بجد. ملح وكمون طبعا حبيب السمك. الكمون. وبعد كده كلفه السمك بنغيز شهير احمد. كلفه برضه. كلفه السمك دي بقى اللي بتخلي لك الريحه بتاعه السمك وطعمه زي الجاهز بالظبط. بهارات السمك يعني. بهارات السمك. بس عشان العطاق؟ احنا ركبناها. لا ده احنا لسه كنت اقول لك احنا عاملينها على ايدينا. يلا بينا ننزلها يا استاذ طلعت. دي ليها مقادير طبعا. اعمليها في البيت ما تجيبيهاش جاهزه. المقادير قدامك اهي. ايوه نشوف. توم باودر. استني نقوله تاني. توم باودر وكركم، كزبره وكمون وبابريكا وحبهان باودر على بعضيهم مقادير متساويه. يطلع لك كلفة السمك يا ستي اللي انت مستغرباها. تاخدي معلقة كبيرة لكل كيلو سمك بس. تمام. شوفي بقى ريحة السمك وطعمه انسي. يعني دول اعملهم واخلطهم واسيبهم كده زي نوع التوابل يبقى توابل عندي. ده اسمها كلفة السمك. بالظبط. حلوة دي. هي دي يا ستي الكلفة. تمام. دي ده الاسم ده يا جماعة هو ده اللي في مطاعم السمك يقول لك الراجل ده الكلفة السمك بتاعته حلوة متبلة كويس. بصي هنزود بس شوية مية كده. أنا خلصت التتبيلة السايلة. نقولها تاني. أيه. ملح، كمون، كزبرة، عصير ليمون، خل، ثوم مفروم وشوية مية. شايفين ازاي؟ تبارك الله عليها. قلبي دوبي الملح مع الثوم مع المقادير كلها. بصي بقى زمان كنا متعودين يا جماعة لما نيجي نتبل السمك
لازم في قلب السمك اروح حاطه كلكع التوم قد كده اهو، واحنا بنيجي ناكلها نلاقيها لزيت طالها ونيه ونطلعها من قلب السمك. ايوه صح صح ولا لا؟ صح. النهارده مع التتبيله السايله دي السمك بيطعم صح جدا جدا من غير ما بلاقي اي توم فيه. ريحة التوم موجودة، التتبيلة موجودة، الكلفة موجودة، لكن مفيش حاجة مضايقاني وأنا باكل السمك، وهو ده المطلوب النهاردة بإذن الله. تمام. قشطة عليكي؟ قشطة جدا. ماشي كده؟ هنعمل إيه بقى؟ بصوا أهي، بصوا يا أستاذ طلعت سايلة إزاي؟ وري لحبايبنا كده قوامها عامل إزاي؟ وزودتها مية عشان تبقى كده، دي اسمها التتبيلة السايلة، تتبيلة عالمية. نجيب طبق، فين الأطباق؟ أهي. تعالي نشوف بقى هنعمل إيه؟ طب قوام قوام بس نتبله وخلاص. في ثانية ثانية لا ثانية. أحلى حاجة أستاذ صلاح تقولي كتاب خالص. حاضر. ده يا جماعة اللي هيتقلي بروح جاية عاملة في اللحم بتاعه كده تلات فتحات مش أكتر من كده، وتبقى عريضة ما عملش فتحات رفيعة لأنها هتنشف معايا في الزيت في القلي. عريضة كده عشان اللحم ما ينشفش. حاضر. والناحية التانية حاضر. والله حاسة بتاخدني على قد عقلي مش عارفة ليه. كده يا جماعة أهو، وبعدين أروح منزلها في التتبيلة السايلة. خلاص. التانية هنعمل فيها إيه بقى يا شوشو؟ هنقطعها نفس القصة. كام واحدة؟ عريضة تلاتة. مش ليه؟ علشان ما تنشفش في الزيت مننا. لو عملنا ايه؟ لو بقوا مرفيعة جنب بعض كده اللحم بتاعها هينشف مننا في الزيت. ان شاء الله ناجح ومنقول للصف الثاني. ايوه الحمد لله يا رب الحمد لله. بصوا كده يا جماعة، شاطرة يا شهير. بصوا تقليبة كده، خلي التتبيلة تدخل فين؟ في الفتحات اللي انت عملتيها. وتدخل في قلب السمكة من جوه اهي، شايفين ازاي كده؟ بصوا يا استاذ طلعت المنظر بهذا الشكل. ماشي. والتانية كمان نفس الحكاية، بصوا تدخل كده في الفتحات دي وفي الراس وفي البطن وكله اهي، بصوا بالمنظر ده كده اتبلت واتطعمت جدا جدا من غير ما يكون فيها كلاكيع توم. خلي بالكم. صح. ايوه صح. يلا حلو جدا. دلوقتي بقى في التتبيلة؟ لا بن على طول، ما احنا اتفقنا قبل كده يا شهيره لما في خل يبقى احنا بنشتغل على طول. بالظبط كده. ادي اول حاجه، بصوا اتبل ازاي يا جماعه، بصوا المنظر. بعد كده هجيب السنجاري نفس الحكايه، بصوا السنجاري مفتوح ازاي تبارك الله عليه. شايفين جماله اهو، مفتوح من الظهر. هو احنا اللي بنفتحه ولا اه انت ممكن تفتحيه وتقولي ليه بتاع السمك افتحوا لي سنجاري. بصوا اهو، بس بتخليه بالقشره اللي بره زي المشوي كده بالظبط. طيب حاضر. ماشي بس. واخر واحده كده، وبعدين عشان نطلع حبايبنا فاصل نفس الحكايه اهي. بس نسيبه بقى كده شويه على ما نطلع فاصل ونرجع نكمل وصفتين السمك الحلوين بتوعنا مع بعض. بس الاسئله اوعى القناة تتغير. هو ده. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكل حلقة أنا باخد كلمة جديدة بلغة جديدة. النهاردة أنا اتعلمت كلفة السمك. حلوة جدا والله، يعني الموضوع سهل بصراحة مش صعب. تعالي بقى نتفرج سوا ونوري حبايبنا التتبيلة السايلة شكلها إيه. بصوا يا جماعة منظر السمك الأول من بره قبل ما أوريكم من جوه متطعم إزاي، وعلى شرط في طعم وريحة التوم لكن ما فيهوش توم. بصوا المنظر، يعني ده 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 اللي هو المقلي، ده المقفول، ده اللي هيتقلي. بصوا عامل ازاي والفتحات بتاعته كلها جواها التتبيلة ازاي. بصوا كمان السنجاري، شايفين من جوه متطعم ازاي. طبعا في ناس هتبقى جديدة عليها انها تطعم السنجاري قبل ما تحط عليه الخضار. عشان لحمة السمك نفسها يا شهيرة تبقى طعمة متطعمة. مش شرط الخضار بس. لا طبعا يا جماعة. ماشي كده. طيب بقيه التتبيله السايله اللي معايا دي انا محتاجاها، دي اساسي يعني معانا، دي لازم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه رايك نشتغل في المقلي الاول ولا السنجاري؟ اختاري. المقلي. المقلي الاول. عين يا باشا، نعمل المقلي الاول. يبقى نبعد الاخ ده كده ونشتغل. بس السنجاري ده مزاج برضه. بصي هنعمل بس حركه بسيطه جدا. عايزين فين يا اولاد؟ فين ايه؟ فين ايه يا شهيره؟ ايه بقى؟ طبق. ايه 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 تتبيله. هاخد الاول شويه تتبيله على الخضار قبل ما هاخد بقيه الميه كلها، التتبيله كلها في القلي اللي هي سر السمك المقلي. تمام. ناخد مدام ناديه. مدام ناديه صباح الخير يا وش الخير والسعاده. والله ما وش الخير والسعاده غيرك يا مدام ناديه. الله يخليكي يا روحي. وزي شهيره اهو، انا مش هغلط اقول مشيره يا شهيره. كل اللي يجي منك زي العسل والله. صباح الفل يا شوشو، عامله ايه يا حبيبتي؟ والله دويتو عسل والله. يعني مش الاكل بس اللي جميل، انتوا كمان سكر كده وعسل والله. ربنا يخليكي. عاملين ايه يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ الحمد لله على سلامه الاستاذ طلعت.
الله يسلمك. ايوه يا استاذ طلعت حبايبنا بيسالوا عليك يا باشا. ماشي الحمد لله. طبعا الفصل كله جميل على بعضه والله. الله يخليك. وزي منى وكلكم بخير الحمد لله يا حبيبتي والله. جايه بقى انت بقى في الملعب بتاعنا اللي هي شيف هاله. يلا بقى بصي انا جايه في اي حته في اي حاجه. لا لا جميله جدا. لا شهيره ما تعرفش الخلطه بتاعت السمك بتاعتك دي. اه شفتي؟ اه والله ما ينفع. لا دي جميله يا شهيره جربيها ان شاء الله. هجربها والله انا كل مره. ولما تخمر بقى كمان كده بتبقى احلى واحلى والله. صح يا شيف هاله؟ اه طبعا. الله ينور يا مدام ناديه. الله ينور. تسلمي وان شاء الله جمعه مباركه عليكم جميعا. يا رب علينا جميعا يا رب. اللهم يا رب. من ايدك يا شيف هاله اللي ما تسيبي حاجه اللي عاملاها لنا والله. تحت امركم جميعا والله يا حبيبه قلبي تسلمي لي. بصي بقى ركزوا معايا في اللي جاي لان اللي جاي ده هو الاساس او هو السر اللي بنتكلم فيه. بالظبط. بصوا شويه دقيق. ادي السمك اللي اتبل بالتتبيله السايله. تعالوا لي هنا سر الصنعه فين؟ في السمك المقلي بتاع مطاعم السمك. التتبيله السايله دي يا استاذ طلعت اللي احنا تبلنا بيها السمك مخليها كده واروح مزوده عليها شويه ميه وتشوفي هنعمل بيها ايه دلوقتي. ايوه بسم الله. واضح انها حاجه ايه هي دي التكه. بصوا شايفين ازاي؟ بس ما تزوديش اي توابل ولا ملح لان السمك اصلا متبل. تمام. يعني السمك كده خلاص شكرا مش محتاج حاجه. هنعمل ايه بقى؟ ما عنديش غير ثلاث حاجات: الميه اللي زودتها على التتبيله والدقيق والسمك بتاعي اللي متبل اللي زي العسل. يلا بينا بقى نشوف الشغل هيكون ازاي. هقرب الميه هي اللي جنب الزيت. حلو الكلام؟ حلو. وقرب الدقيق وقرب السمك كده. ده الترتيب بتاعهم. اول تكيه هتكون معايا واسفه يا استاذ طلعت ان انا مخليها الطويل قدام بس احنا لازم نمشي بالترتيب ده فمعلش بقى. معلش. بص هنزل كده في السمك بالسمك في الدقيق واقفل عليه كده بالشكل ده وافتح القلب احشيه بالدقيق كده علشان يقرمش من بره ومن جوه وبعد كده اروح منفضه كل الدقيق الزياده ده. بصوا القلب بقى. بصوا القلب طالع عامل ازاي. قشطه بمعنى كلمة قشطة أهو. أظن مفيش أجمل من كده في الدنيا. وادي من بره ومن جوه الدقيق كساه كله بالشكل ده ونفض الزيادة ماشي واركنه. التانية خدي بالك من حركة الدقيق دي مهمة جدا. أيوة. بصي أهو اكسي كده كله بالشكل ده وبعد ما اكسيها شهيرة هنعمل ايه؟ من جوه. من جوه. بصي بروح حاطة كتير كده أملاه عشان يتكسي كده كله ماشي والتتبيله اللي جوه ما تتحرقش في الزيت. هتتحرق لو ما عليهاش دقيق. اه تمام. الدقيق ده بيحميها. وبعدين اروح منزله الزياده كده منفضاها. بصي بقى شوفي المنظر. بصوا المنظر عامل ازاي. وبعدين اروح حاطه شويه دقيق كده من هنا ومن هنا. السمك بتاعي جاهز مستنيه الزيت يسخن كويس قوي وده اساسي معانا. تمام. نشوف اخبار الزيت ايه. بسم الله. يعني معقول. بصي بقى فين اول واحده عملناها. طبعا انت لو بتعملي كميه اعمليهم بالترتيب وتعالي خدي اول واحده عملتيها لانها بتبقى عملت حاجه اسمها عرقت في الدقيق. يعني ايه بقى؟ يعني امتصت اول طبقه انت حطيتيها فبروح مدياها طبقه تانية كده عشان تديني طبقه قرمشه. فهمتي ازاي كده؟ وبعدين اروح ماسكه السمكه من راسها منفضه الدقيق. وبص بقى يا استاذ طلعت في الميه اللي متبله اهو انزلي كده كلها غطسيها كده وتروحي مطلعاها من الراس مصفيه الميه منها كده بسم الله وتنزلي. لما اجي انزل في الزيت بقى افتح البطن كده اهو. طبعا الزيت لسه ما سخنش قوي. بصوا خلي البطن مفتوحه كده عشان الزيت يدخل جوه يسويها من جوه. لازم البطن تتفتح كده. ماشي. التانيه كده عرقت يعني شربت اول طبقه دقيق محتاجه ان انا اروح عاملاها كده تاني في الدقيق مرتين كده ونفض. وهنعمل ايه بقى يا شوشو؟ هنحطها في الميه برضو المتبله. بصي نغطس. ايوه كده. وبعدين طلعيها كده صفي كل الميه الزياده وحطيها عكس السمكه الثانيه يعني راس ديل راس ديل اهو كده واسيب برضو البطن مفتوحه كده الزيت يدخل كده جواها شويه علشان الديل اللي جوه ما يعجنش. خدوا بالكم. وبعدين اسيب كده خلاص اطمنت ان ايه الزيت دخل جواها. تمام كده؟ تمام كده ان شاء الله. خلاص ده اول وصفه معايا وهسيبها في زيت غزير
واسيبها تعيش مع نفسها تطلع لي لونها ذهبي جدا جدا ومستويه بره زي جوه تبارك الله عليها. تعالي بقى دلوقتي نشتغل بسرعه في السنجاري. ايوه نشوف بقى السنجاري. بعدين بقى وبعدين بقى علشان هو عشان مزاج 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 السنجاري ده مزاج. عشان السنجاري مزاج. طب عشان السنجاري مزاج ولا عشان خاطر استاذ طلعت اختاره؟ استاذ طلعت. ماشي يلا اطلعوا فاصل وارجعوا لنا نعمل السنجاري مع بعض. فاصل قصير اوعوا القناه تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عملنا خلاص السمك البلطي المقرمش وعرفنا التكه بتاعته والحركات. نبدا بقى في السنجاري يا شيف هاله علشان ده المزاج كله. ابدا في السنجاري واسيب القمر اللي في الزيت ده. بصراحه ريحته رهيبه. الريحه اللي طالعه دي اللي جايبه اخر الدنيا. العماره كلها تشم ريحه السمك عندك النهارده. الله. اسيب القمر ده لمين؟ المقرمش من بره وطاري ولوز العنب من جوه. ما تيجوا نشوف يعني هنتكلم كتير ليه. ايوه بسم الله. يلا يا باشا بصوا اللون. شايفين اللون عامل ازاي؟ وقفيه بقى كده. اسمها بقى بالبلدي وقفيه على سيفه كده عشان يصفي كل الزيت اللي جواه. الله. بصوا المنظر شايفينه عامل ازاي؟ لونه عامل ازاي؟ والقشره اللي بره ناشفه مقرمشه والسمك من جوه تبارك الله طري جدا جدا. لا لا شوفي الفتحات لونها بقى عامل ازاي. بصوا ايوه اللي احنا واللحمه اللي جوه دي اتطعمت. الله. وفي نفس الوقت استوت علشان انا فتحتها كده شربت التتبيله وفي نفس الوقت الزيت دخل جواها سواها. وعايزه اوريكم بقى حاجه مهمه. بص بقى يا استاذ طلعت عايزين نشوف القلب من جوه بقى شكله عامل ازاي. طبعا سخن مولع. بسم الله سخن. بص القلب من جوه استوى ازاي ومقرمش. بصوا اهو. الله. هو بس سخن. بصوا المنظر شايفين القلب من جوه يفتح النفس ازاي. تحفه تحفه. مقرمش ومفيش توم. مفيش ايه؟ مفيش توم. حطوا 100 خط تحت الكلمه دي. ياما اجيال كرهت اكل السمك بسبب ايه؟ بسبب يقول لك وانا باكل كده التوم اللي بيجي في بقي بيضايقني. دي اول وصفه معنا كنا دلوقتي بس يصفي الزيت بتاعه على ما نعمل السنجاري وبعدين نروح مقدمين الاثنين باذن الله. يلا تعالوا بقى دلوقتي السنجاري اللي مفتوح من الظهر عشان يديني براح ووسع اكتر للسمكه غير لو فتحته من البطن. بنفتحه من الظهر من عند السلسله اهو. بصوا بيديني شكل المروحه كده. هعمله ازاي بقى؟ هجيب ورق فويل. خلاص هو كده اتبل. ادي يا ستي ورقه فويل وادي يا ستي عشان خاطرك كمان ورقه فويل كمان. بس اللي عشان خاطرك دي خلاص. لا استحوني تمام. كانتش هتطلع مظبوطه بس الحمد لله يا ربنا نيتي سليمه. نيتي سليمه. طبعا طبعا طبعا. بص عسل يا شهيره والله احلى حلقات والله. والله بص يا جماعه ادي ورقه فويل اهي ويلا هوبا السمكه الجميله بتاعتنا. ولفي الفويل على شكل مركب. ليه بقى؟ ما هي ليها هدف. اكيد. ليه بنعمل ورقه الفويل كده وبعملها صور كده؟ عشان السمكه دي مع الخضار هتنزل ميه والخضار بالذات هينزل ميه. فانا لما احبس الميه بتاعه الخضار دي جوه السمكه تشربها ما تخرجش على بره. فتتبل اكتر واكتر. شفتي العلم ده؟ نور برضه. شايفين شايفين ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده ده؟ لا 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 الحاجات دي ما تشوفهاش غير في المطاعم. ده كلام كبير. الثانيه خش على التانية. يلا سمكة متبلة. عارفة انت لو دخلتيها الفرن كده هتستوي مع التتبيلة دي وتبقى ايه؟ عسل. يعني ممكن ندخلها بس الفرن كده على طول. ممكن من لو مش عايزة تحطي خضار. بس هحط على وشها شوية زيت. تمام. عشان يديها قرمشة وتتحمر كده ويبقى حلوة. بصوا كده تعالي نكلم جيجي. يا جيجي اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جيجي؟ يا مساء السمك. يا مساء العسل. ازيك يا جيجي؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي. الله يكرمك يا جيجي والله. طب احنا عايزين ندوق. طيب يعني تعالي نشوف بس كده. عايزين ندوق يا جيجي. احنا بابنا مفتوح لكل الحبايب والله. يلا هنيجي. ازيك يا مدام شهيره؟ ازيك يا جيجي عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. شفتي النهارده السمك الحلوه دي؟ مش عايزه اقول لك الريحه هنا عامله ازاي يا جيجي. لا لا طبعا احنا شميت.
رهيبة. احنا بنشم من بعيد، انت الله يكون في عونك. شفتي بقى يعني اذا كانت جيجي قاعده في البيت قدام الشاشه وبتقول لك شمين ريحه السمك وصلت لها. بالهنا والشفا يا حبيبتي، بالهنا والشفا. تعيشي يا جيجي، تعيشي يا حبيبتي، حبيبه قلبي، تسلمي. انا عملت اسمه ايه دوت الشيش طاووق، تحفه. اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه دوت الشيش طاووق؟ ماشي يا جيجي. الشيش طاووق بتقولي ايه؟ بتقولي اسمه ايه ده الشيش طاووق؟ ماشي. لا كنت ناسي اصلا، عايز اقول حاجات كتير. يا حبيبي دايما تطبيقاتك مميزه يا جيجي، والصور بتاعتك رائعه بجد. ربنا يكرمك يا حبيبتي، تعيشي يا جيجي، تسلم ايديكي كده ويخليكي لينا ويديكي الصحه. يعني يا حبيبتي نورتيني. بصوا بقى، ده الخضار اللي قلنا عليه عبارة عن طبق سلطة. بصل، طماطم، فلفل رومي بارد، فلفل حامي لو حبة، وشوية شبت. الشبت في الخلطة دي فظيعة، تحفة. وبعد كده يا شهيرة رحت واخدة من التتبيلة بتاعت السمك اللي تبلنا بيها، التتبيلة السايلة اللي بقى كان فيها توم وخل وعصير ليمون وكمون وكزبرة وملح، كل ده خدت من التتبيلة دي طعمت الخضار ده. فلك ان تتخيلي شويه الخضار دول طعمهم عامل ازاي. متخيله رهيبه ريحتها اصلا. شويه زيت. تفتكري ليه؟ تفتكري كده تفتكروا ليه يا جماعه في الكنترول كده استاذنا الكبير استاذ طلعت، تفتكروا انا بحط زيت ليه؟ نسوي السمك. لا يا سلام. قولها ايه بس؟ قولها ايه؟ يا رب يا رب. يلمع. أول حاجة مش هيخلي الخضار يدبل ويبقى لونه بهتان أول ما يخرج من الفرن، يفضل مزهزه. يحميه من نار الفرن. تاني حاجة الخلطة تبقى متماسكة، الزيت يخلي الخضار كده ماسك في بعضه، فلما تيجي تاكلي السمكية ما تلاقيش الخضار بيجري عمال يقع من كل ناحية. لا بصوا، شايفين الزيت بيخليه يقفش في بعضه مع الضغطة اللي أنا هضغطها بإيدي على الخضار في قلب السمكة. الزيت مع الضغطة دي يخلي الخضار يمسك كله، يبقى كتلة واحدة مع السمكة. وزي ما قلتلك في نفس الوقت يخلي لونه مزهزة، يخرج لك من الفرن لونه مزهزة. مش دبلين. لا خالص. خالص خالص تمام. خالص مالص. بصي يا ستي، يلا هناخد بقى بايدينا كده عشان انا عايزه اضغط الضغطه اللي قلت لك عليها، وكميه الخضار على حسب ما انت عايزه. افردي بقى كده جوه السمكه وبصي اضغطي ازاي. بصوا اللي حصل بقى، كتله واحده خلاص اهو. شفتي؟ بسم الله. والثانيه والريحه طالعه في منتهى الجمال. ريحته حلوه جدا. التتبيله مع ريحه الخضار حلوه جدا والله. انت احلى واحلى. بصوا كده اهو، شوفوا المنظر يا جماعه. بس يا ستي مش محتاج اي حاجه غير شويه طحينه جنبه وعيش وسيبنا عيش. ايوه والله. عيش عيش وسيبنا عيش. ادي يا جماعه وجبه السمك النهارده بتاعتنا. سهله وسريعه جدا جدا. تعالي نقدم السمك المقلي اللي عملناه مع بعض من الالف للياء على الهواء. بص يا ستي مقرمش ازاي. عايزه اسمعكم صوت القرمشه، هو هيدي شويه اقدر امسكه. اسمع كده معايا يا استاذ طلعت، وسمع حبايبنا صوت القرمشه مولع. بصوا. مزيكا مزيكا. سامعين صوت كمانجا تيرارارا. ادي صوت القرمشه الجميله بتاعه السمك الطبقه من بره. بس كده هو يا استاذ طلعت. طبعا الجرجير والليمون. يلا بينا. والطحينه. وادي الني. وبعد كده تعالي. السنجاري بيقعد قد ايه في الفرن يا شيفاني؟ ما بيستحملش، ما بياخدش 10 دقايق عشان السمك ما ينشفش منك. بس على شرط لازم الفرن يكون يا جماعه سخن جدا قبلها. تمام. علشان السمك انا مش عايزاه يجيب ميته، يعني ميه الخضار ماشي. لكن السمك يجيب ميته هينشف منك وطعمه هيتغير، هيبقى عامل زي العيش. طب يبقى هو سخن جامد وادخله واقلل الحراره ولا اسيبه زي ما هو؟ لا تسيبيه عالي زي ما هو، 10 دقايق وشكرا. علشان كده كمان قلت لكم ان السمك السنجاري سيبوا القشره اللي بره، ما تخليش بتاع السمك، او لو انت بتنضفيه في البيت ما تقشريهاش من بره، عشان دي بتدي دعم للسمكه وما بتخليهاش تلزق وبتخليها متماسكه، ما تتهريش منك في الفرن. تمام. اتفقنا؟ بس مش اكتر من كده. اتفقنا. يلا يا قمر بقى، بعد الوليمه الحلوه اللي تستاهل بقكم دي. احنا خلصنا غدوتنا والوليمه بتاعتنا خلصت، بس حلقتنا لسه ما خلصتش، لسه عندنا فقرات احلى واحلى ومفاجآت احلى واحلى. ايه رايكم تطلعوا فاصل ونرجع نشوف لسه عندنا ايه تاني في الحلقه؟ فاصل صغير. ايوه، وقناتي تتغير. هو ده.